بابا تزعلش عشان خاطري. حلا حلا ما تقولش كده. انا بحبك حبيبتي، انت قويه صح؟ عشان ما نخرج من هنا ان شاء الله اجيب لك الشوكولاته اللي انت بتحبيها. شيبسي برضه؟ لا انا هاكل شيبسي. انت لا ياكل شيبسي. لا انت تاكل شيبسي. الله مش انت عامله دوشه على الصبح كده؟ ما تقول الحمد لله وناكل نعمه ربنا. انا بحب العسل والمربى وكده مش جايبين. خلاص لما تبقي كويسه ان شاء الله هجيب لك عسل ومربى وشوكولاته وكل الحاجات اللي نفسك فيها. خلاص يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خديجة جهزي العشاء. يلا بابا. بابا ايه يا حبيبتي؟ شفت ايه ده؟ ايه الوردة الجميلة دي؟ نظفتها من الجنينة. طب ممكن سؤال؟ اتفضل. طبعا. نظفتيها ليه بقى؟ عشان بحبها. واللي يحب حاجة يموتها؟ انا موتها ازاي يعني؟ ما انتي طلعتيها من الارض وسواء قعدت يوم او اتنين كده هتموت. طب انا هروح ارجعها. لا تعالي بس هنا، انا عاوز اقولك على حاجه عشان تفهمي. اللي يحب الورد ما يطفوش، يسقيه عشان يكبر ويفتح ويطلع لنا ريحه حلوه لينا ولغيرنا، ولا ايه؟ صح، يا احلى بابا في الدنيا. صح؟ هروح ارجعها بقى عشان تكبر. تعالي بس اقعدي اهدي عشان ترجع تعيش. ترجع ايه؟ ترجع ايه؟ خلاص دي امرها انتهى. اللي بيموت ما بيرجعش تاني، عشان كده قبل ما نقطف اي حاجه لازم نفكر الف مره ان اللي بيروح ما بيرجعش. فهمتي؟ والله ما فهمتي حاجه، انت نصابه وبتضحكي عليا. صح؟ قولي صح، قولي صح، قولي صح. 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 يلا يا خديجه انا جعت.